عقد مساء اليوم مؤتمر صحفي بمدينة العالمين الجديدة للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، ويقام مهرجان الدراما هذا العام ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وتعد هذه الدورة استثنائية احتفالاً بمرور 60 سنة على نشأة الدراما المصرية والتي جعلت الفن المصري هو الرائد بالمنطقة العربية، كما سيكون هناك احتفال خاص لتكريم أهم رموز الدراما المصرية.